العالم بأسره يتحدث عن موضوع واحد، واتساب، والسبب الخوف من استخدام التطبيق لمعلومات المستخدمين الشخصية لصالح مالك التطبيق فيسبوك. واتساب تراجع عن تحديث مثير للجدل، لكن في الحقيقة ماذا يعرف واتساب عنا؟ بالتأكيد أول معلومات يملكها واتساب هو رقم هاتفنا ورقم الاي بي ادرس الذي نتصل من خلاله وأرقام جميع الأشخاص على قائمة الاتصال، ولكن ليس المعلومات المخزنة الأخرى في الهواتف مثل عناوين البريد الإلكتروني. معلومتان أخريان قيمتان يخزنهما التطبيق المسمى الذي يختاره المستخدم وأيضاً الصورة، كلاهما لهما علاقة وثيقة بمفهوم الخصوصية. واتساب يعرف أيضاً وضع المستخدم إذا كان متوفراً أو غير متوفر، ولكن في المقابل لا يخزن التطبيق الموقع الذي يوجد فيه المستخدم. معلومة قيمة أخرى يسجلها واتساب نوع الهاتف للمستخدم. للتذكير، قبل سنوات اشترى فيسبوك منصة لا تدر أي أرباح هي واتساب ب18 مليار دولار. السبب الوحيد لهكذا الصفقة هو مئات ملايين المستخدمين ومنجم المعلومات الذي لا يقدر بثمن عنهم. واليوم هناك من يعتقد بأنه يجدر بمستخدمي واتساب الحريصين على الخصوصية أن يراجعوا شروط عشرات التطبيقات التي يستخدمونها، لاسيما فيسبوك وإنستغرام والماسنجر، وكلها تحت مظلة واحدة مع واتساب. مكرم حناوي، العربية.